للسنة التالتة على التوالي وبرعاية وزير السياحة أفديس جيدانيان، أطلقت مهرجانة الأرز الدولية برنامج لصيف 2017 خلال مؤتمر صحفي خاص حضروا عدد كبير من رؤساء بلديات قضاء بشري وممثل عن السيد ستريدا جعجع، بالإضافة للفنان أسامة الرحباني، الشاعر رزان فرانسيز، الفنان ميشيل فاضل وأعضاء لجنة مهرجانة الأرز الدولية. وزير السياحة أفديس جيدانيان عبر لنشرتنا عن سعادته بهالمهرجان اللي اعتبره صناعة لبنانية 100%. هذا المهرجان مفروض نوجه له تحية تقدير، لأنه أول شيء جديد رح منشوف شغلتين قليل ما نكون نشوفهم، واحدة منهم يمكن مجموعة فنانين لبنانيين وفنانات لبنانيات لأول مرة بيجتمعوا تقدموا قدم عمل فني راقي مثل ما أنا عم بتصور أنه رح منشوفه. إيه تاني شيء، لأنه كل القيمين من منظمين لا اللي رح بيكونوا على المسرح كلهم لبنانيين، وتالت شيء لأنه عم نعمله بمنطقة اسمها الأرز وبغابة اسمها الأرز، هيدا هو كتير مهم. من هالمنطلق قلت إيه ممكن مهرجانات الأرز تكون على قائمة المهرجانات التي ستقام السنة بلبنان، مع احترامي لكل المهرجانات ولكل القيمين عليها، ولا بيت الدين ولا بعلبك ولا بيبلوس ولا كل المهرجانات الكبيرة، بس شفت هون يمكن برنامج مختلف عن الكل، ومش هناك عبرت عن تقديري وعن إعجابي للموضوع. السيدة منى سكر المسؤولة الإعلامية لمهرجانات الأرز الدولية خبرتنا أكثر عن بعض المفاجآت اللي بتضمنها المهرجان لهالسنة، بالإضافة للتقدم اللي عم يشهده عن بعد عام. نحن كل سنة عم نكون مسؤولين أكثر وأكثر أنه نقدم شيء للبنان على مستوى معين. هيدا السنة 29 تموز رح تكون الافتتاح، ليلة الافتتاح رح يكون بأوبرات غنائية بتضمن 12 فنان من الطراز العالي، مع احترامنا أكيد طبعاً لكل الفنانين. هذه الأوبرات رح تكون أرز جديدة بتنضاف على إذا بدك على السلام، وبتنضاف على الأيام الحلوة اللي لبنان بيقدمها للعالم وللخارج وللعالم العربي طبعاً. هاي الأوبرات كل فنان بس رح يغنوا الأوبرات، كل فنان رح يطلع ويغني أغاني لإله لمدة محددة من الوقت. منرجع الويك أند اللي بعده، ويك أند 5 آب، ليلة 5 آب رح يكون بكونسير غنائي للفنانة هبة طوجي مع أسامة الرحباني. كمان هبة طوجي عملت شيء جديد للأرز وخاص لأول مرة رح ينطلق بهيدي الليلة. الشاعر رزان فرانسيس اللي كتب الأوبرات الخاص بهالمهرجان واللي رح يشارك فيه 12 فنان لبناني كشف لنشرتنا عن بعض تفاصيله. حبينا نعمل هالأوبرات وكانت شغلة تليق فيها، لأنه تليق بالأرز اللبنانية، لأنه الأرز اللبنانية شغلة كبيرة كتير عنا، فأكيد بده يشتغل الواحد بتأني أكتر وباحتراف أكتر من العادة، لأنه عم يشتغل لرمز كتير كبير وله كتير معنى، واللحن كمان كان رائع مع ميشيل فاضل، والتعاون الفنانين كان أكتر من رائع، كلهم تعاونوا بكل محبة وبكل اندفاع إذا بدك، لأنه الهدف هو وطني بامتياز، والهدف هو مش بس وطني، هو وطني جامع. أما الموزع الموسيقي ميشيل فاضل اللي عم بيكون له دور كبير بهالحفل، خبرنا عن التحضيرات الموسيقية الخاصة بهالأوبريت المميز والمهدى للأرز اللبنانية. يعني مشروع كبير أنه حدا يجمع 12 فنان عم بيزيد الغنية مش هينة أبداً، وأصوات مختلفة وستايلات different styles. يعني بلش، يعني بدي أقول thank you لستريدا جعجع أكيد لهالقصة الكبيرة. صرنا 4-5 أشهر عم نشتغل، يعني مش منا هينة أبداً، بس شو مبسوطين كلنا أنه النهاية تكون حلوة، الغنية تكون آخر شيء حلوة. سجلنا تقريباً 10 أشخاص من 12، بعد في شخصين مسافرين رح يجوا بين اليوم وبكرة على لبنان، يعني جمعة جين على راد أنا بسلمهم الغنية. الفنان أسامة الرحباني خبرنا أكثر عن مشاركة الفنانة هبة طوجي لأول مرة بهالمهرجان، وعن بعض المفاجآت والعروض الخاصة اللي رح تقوم فيها. أول شيء أنا كتير ممنون لمهرجانات الأرز لهالدعوة، وهيدي مش أول مرة، هي ثالث مرة طلب مني افتتح مهرجانات الأرز. أول ما افتتحوا ما كنت متوفر بصراحة، والسنة الماضية كمان ما كنت قادر أكون، هالسنة إن الله راد رح نكون بكتير قوة وبكتير زخم وبأفكار كتير خلاقة وجديدة لنقدم شيء على أعلى مستوى نحن وصلنا له بالكونسرت ككونسرت لمهرجانات الأرز خصيصا لألون. أكيد هو كونسرت وشو بيتضمن كتير من الموسيقى والشعر والأداء الرائع لهبة، والخليني أقول هال
هالمزج بين الدراما وبين الفرح وبين الأغاني الليريكية وبين الأغاني اللي لها رسائل معينة، بالإضافة للرقص للتحرك الدرامي على المسرح من الراقصين ومن الكورس، ويعني حوالي 100 شخص عم يشتغلوا لهالكونسرت اللي هو ضخم كتير. مهرجانات الأرز الدولية اللي رح تبتدي ب 29 تموز رح تحمل معها مفاجآت كتيرة وأجواء لبنانية بامتياز، مع نخبة من أهم النجوم بلبنان اللي رح يغنوا ويفرحوا تحت سما الأرزي.